استفسارات بتدور في أذهان كتير من الشباب والرجال، لكن مسكوت عنها، مسكوت عنها لأسباب كتير. ممكن الاعتقاد ان ده عيب ما ينفعش نتكلم فيه، او ان الشخص مش لاقي حد يسأله، او فاكر ان عنده مشكلة كبيرة وخجلان يتكلم فيها. ففي حاجات كتير ممكن تكون هي طبيعية مش حالة مرضية، لكن الشخص فاكر ان عنده حالة مرضية. كل يوم بيجي لنا مريضة واكتر حاجز كشف وجاي فاكر ان عنده مشكلة كبيرة، لكن لما نجاوب ونكتشف ان مفيش مشكلة ولا حاجة، وان اللي عنده ده شيء طبيعي. طبيعي بحكم ان احنا تركيبنا كده، تكويننا كده، طبيعي بحكم السن، طبيعي بحكم الحالة المرضية اللي عنده. لكن في حاجات كتير مسكوت عنها الشباب او الرجالة بيخجلوا يتكلموا فيها. ممكن الراجل يسأل صديقه أو حد قريب منه، لكن ما بياخدش إجابة طبية سليمة، ممكن ياخد نصيحة خاطئة تعمل لنا مشكلة أكبر وهو أساسا ما يكونش عنده مشكلة. مجموعة الحلقات اللي جاية دي هنجاوب على استفسارات كتير بتدور في أذهان كتير من الشباب والرجال. فالاستفسارات دي في منها في العلن الناس بتتكلم عنه، وفي منها مسكوت عنه محدش بيتكلم عنه. تابعونا في مجموعة حلقات المسكوت عنه. المسكوت عنه.